وايد أمور بديهية نسويها دون الانتباه لأهميتها ودون تعليمها بشكل صحيح لأطفالنا، ومنها يا سعيد غسل اليدين. كنا دوم نشدد على أهمية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، والصراحة بعد اللقاح أبسط طريقة لحمايتنا من عدة أمراض، والحين هو أول طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وسعيد يسأل كيف تكون الطريقة الصحيحة لغسل اليدين؟ ركز معاي على هذه الخطوات البسيطة. أولاً، تمرير اليدين تحت الماء الجارية اللي لازم تكون فاترة مو بساخنة. ثانياً، وضع كمية كافية من الصابون. ثالثاً، الفرك والتدليك جيداً وبقوة لكل أجزاء اليدين والأصابع والانتباه لتحت الأظافر. رابعاً، غسل اليدين جيداً وتنشيفها بمنشفة جافة. عملية الفرك لازم تستمر بين 20 و30 ثانية تقريباً. وعشان نعلم العيال عن الوقت، خلهم يغنون أثناء غسل اليدين سنة حلوة يا جميل أو هابي بيرثدي تو يو مرتين. فكرة ذكية صح؟ ولا تنسى في الأماكن العامة نستعمل المناديل لفتح أبواب الحمامات والصنابير. وفي حال طلب أي دعم أو استفسار طبي حول فيروس كورونا المستجد، يرجى التواصل مع الجهات الصحية الحكومية على الأرقام اللي تشوفونها. وعساكم دوم بصحة وسعادة.